عملنا مع زعتر ومع ينسون ومع ميرامية ومع سماء خلطة فلسطينية يعني مع الأعشاب، وعملنا بيرة مع زنجبيل وقرفة، عملنا بيرة مع شطة بتحرق، بنحاول ندخل نكهة فلسطينية، نستعمل مواد خام من البلد اللي عندنا. أنا لما درست تصنيع بيرة ماجستير في أمريكا شفت كتير مصانع هناك، كميات هائلة يعني من المصانع، والناس بيحبوا يجربوا شغلات جديدة، فدخلت على هذا المجال وصرت أجرب أنواع بيرة غريبة في أمريكا، ومن هاي أجت الفكرة إنه نستعمل الأطعمة المحلية. كل مهرجان بنطلع حوالي 5 أنواع جداد للناس، وصاروا الناس يرجعوا على المهرجان عشان يجربوا أنواع جديدة. واحدة سميناها ليمون ستي لأنه جبت الليمون من شجرة ستي. اللي عم نصنعها هلأ لسه ما طلعنا لها اسم، بس بجوز يكون اسمها بري لأنه استعملنا زعتر بري من الجبال عندنا في الطيبة، وفي طلب هلأ على هاي الزعتر لأمريكا. أنا شخصياً ربحت في الجائزة تبعت الماجستير البيرة، جبت الأول بالعالم، كانوا حدود 1500 واحد من كل أنحاء العالم، فكنا فخورين إنه يعني فلسطين كمان تكون أعلى رتبة في هذا المسابقة.